إذا اليوم خدمنا مع مجموعة من المستفيدين من برنامج فرنسا وحتى المستفيدين من برنامج ديال لين دياش كما معنا عن بعد قلعة صرعنة. درنا معهم واحد الحملة تحسيسية على برنامج أنا مقاول اللي كتقدم من بين الخدمات ديال ناطيك. وفي هذا الإطار يعني درنا واحد رونكونت باش نديروا واحد البلانينغ ان شاء الله ديال ورشات متعدده وتكوينات متعدده اللي غتكون في صالح هاد المقاولين الشباب ان شاء الله باش ينجحوا المشاريع ديالهم وتكون واحد يعني لا بيرينيتي يعني واحد الديمومه ديال هاد المشاريع ديالهم ان شاء الله.